كي الغلا عماد العام ولا الرخاص هو ها مشاهدون قناة شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الصدى البيضاء ومع اشهر مول هوندا برحبة الحي الحسني ملقب طميمي طال عليه الدم بسبب ارتفاع ديال اثمنة ديال الاضاحي العيد. غادي نخليكم معاه طميمي. السلام عليكم. السلام عليكم. مبروك عواشركم. مبروك عواشركم الاخوان ديالنا اخوان المغاربه الاخوه الجاليه المغربيه خارج الوطن. معكم ايوب طميمي مول هوندا. كيف ديما كنكري هوندا كل عام باش ندبر على راسي. كنكري 150 درهم كنعطي الاخر 100 درهم باش يبقى لي 50 درهم. وجينا هذا العام هذا بغينا نساوم الحوالة. انت كتشوف اللي كتحط عليه يديك يقول لك 70 60 80 100 والله الا شي خرفانه ودار روبي وتباعهم 120 130 واحد خدا جوج خرفان 150 خداهم مليون ونص ودي لي هذا العام بزاف كاع والله العظيم. لا محال خير روبي وانا غنشوف شي محسن ولا شي حبيب ولا شي مرضي يتعامل معايا يشوف من حالي وياخذ لك الهوندا واش تخلص لك العيد ولا تخلص لك المصروف ولا تخلص الهوندا. دابا حاليا خدام بها كنعطي المول الهوندا 100 درهم ديالو كتبقى لي 50 درهم. هذيك ديال المازو هذيك ديال هذيك ديال اخ النوش خدام على المازو هذيك ديال اخ النوش هذيك بوحدها هذيك خدام غير على المازو هذاك الشيء اللي كاين والله ياخذ الحق والله العافيه بزاف. كنسولو هنا هو السيد ها هو حريفي ها هو هو الدره دايره 120 الزرع قال لك دير 70 ريال الزرع دير 120 هذا شحال داير هذا شحال داير هذا دير 46 47 ما شاديش فلوس هذا يبيعوا لي ب 30 الروبي وانا في جيبي 30000 ريال يبيعوا لي يبيعوا لي ب 30 يبيعوا لي ب 30 قدام هاد الناس هذا هما زايدين عليهم تما في السلعه وزايدين دابا في جيبي 30 ها هو الشيء دابا خا يبيعوا ب 50 مغربي يا قران يا خويا حسب ان ما له اخلده هادشي اللي غنقول لك هذاك الشيء اللي كاين ونعم بالله ونخلى من الزرع ومن الخولة ومن الشمندر كل شيء غالي اخ النوش قالوا دعموكم قالوا دعموكم دعينا الله اخ النوش دعينا الله خويا اخ النوش خويا الغلاء والغلاء اخويا خاصو ينقصوا لنا من الليسانس ومن المصر وطالع لينا ب 50 ما غنشدوش فلوس خويا المسكين العام ما بيعيدش خويا المغربي ما شدوش طالع لنا ب 50000 شحال باش طالع لك 50000 هما شاديين فلوس قالوا تبيعوا انت كنبيعوا ب 45 مخليين 5000 4000 والله قلت شي تشاي في 46 كيفاش طالع ب 50 وانت غتبيعوا ب 46 وراه طاق واش غندير راه الخلا دابا الناس شحال عاطيين بيع واشري معايا انا يتعاون مع باب الله بيعوا لي ب 30000 ريال خذ الريالات دابا وخليني ندي الا بعثوا لك ب 30 غناكل واش والو غير كاش الواقع اخي بغيتي الواقع هذا راه ما عليه والو هادشي راه دايرو اخ النوش الدوله اللهم لك اللهم شوف 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 خويا خويا اسمع اخويا الله يرحم الوالدين بنادم ما يسمع شويه الله يرحم الوالدين حط ريبورتورات حنا تقهرنا خلي نكمل هضره هادشي انايا خويا الله امشيني الله حنا حنايا حنايا ايماننا قوي وخا يزيدوا في الزياده وخا يزيدوا حنا ايمان ديالنا قوي وخا ما نعيدوش اللهم لك الحمد الله كيشوف فينا فهمتيني الله عالم علينا شنو كاين في جيبنا انا اللي كان عندي فلوس والله عالم علي عندي فلوس وما اديتش للمربى حولي انا نتجازى بها يوم القيامه ولكن اللي في جيبي 30000 هو كيقول لك 46000 ب 16000 بيناتنا والله يدير شي تاويت الخير الروبي الله يدير شي تاويت ورينا تحولي قال لك 46 هذا الوزير اللي قال لك كاين حولي ب 16000 كلشي غيعيط فينا هو فينا هو حولي ب 16000 دخل وري شوفوا الحاج شوفوا الحاج الحاج شوف اجا الحاج مول المرقد هذا هو مول الغلا هذا العام الغلا هذا العام كاين الغلا كاين الغلا في العلف البهيم طالع العام متولع العلف هو اللي غالي هو اللي طلع البهيم غالي يعني كاين الغلا هذا العام كاين الغلا في العلف شنو اللي خلى ليسانس اخويا ما كاين شي دوك ترانسبورت دوك 50000 60000 باش كن ملي سوق 50 60 باش كتجيبوا الحوال 50 60 باش كنجيبوا الحوال دابا الدرويش هذا العام واش ما يعيطش يتمشى على الحنوز زعما حنا ما كاين 45 كاين 50 كاين 55 كاين حتى 80 حاولي دير 30000 ريال ما كاينش لا ما كاينش تاع 30000 لا والو دور الكاميرا دور الكاميرا شي تبهي واخا عمي نسولك دابا انت راسك بالكساب ولا بيع وشري واش انت
تعطيك فهاد المحاولة 50,000 ريال بيني وبين جاوبوا على السؤال جاوبوا على السؤال هذا عمي الله يرحم لك الوالدين وهاد النار هذا كاين ديال 50 وكاين ديال 45 وكاين ديال 55 هما راه باين ماشي كاع واحد راه هما هاد الناس كاملين واقفين معايا تمر مضرورين مساك انا هاد الناس واقفين معايا كاملين بغاو عندي 30,000 في جيبي خرج لي حولي 30 دي معايا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ايماننا قوي بالله عز وجل اللهم لك الحمد الله يلقي لنا شي محسن في الطريق الله يلقي لنا الله يلقي لنا شي حبيب ولا شي مرضي دابا ديال الحولي ديال 30,000 في شي حاجه اللي كتكون كسابيه وهي مرقيقه ماشي واحد اللي باغي شي حاجه شويه من الحر ما غاديش يجي 30,000 هذا 30,000 تشري ب 34 35 وزيد 1000 وزيد الصير اخويا راه الصالير ما كاينش حنايا المجتمع اللي عايشين فيه هنايا في الدار البيضاء ديما مضرور راه لا اله الا الله الطاقه كتجي لينا حنا هادشي هضروا مع ناس وحدين اخرين المسؤولين وما حنا راه ديما مضرورين مضرور في الله اش عطانا الدعم عاطيك 200 تغلم عاطيك على جوج خنشات ديال جوج خنشات نشدحوهم نزرعوهم في الكودرون والله ما تعشي لي لا بالله والله ما تعشي لي لا بالله هما دابا نطاو نقول 200 ديال الغلم ومخرجين لك جوج خنشات يعني 200 الغلم عندهم 200 ديال الغلم هادي وقال لك خرجوا لهم جوج خنشات ديال اش غندير جوج خنشات في نهار وافق حياتك كامله سير العام خلق راسك شنو راسك وتلاقى مع العلف غالي يطحن بحالنا حنا علاش غنديروا لك حنا راه جهدنا مغلوب دابا انتم فاش كيجي عندكم الواحد كيقول لك خويا بغيت حولي ديال 30,000 احنا ما كرهناش نعاودوا له بحولي تاع 20,000 وانا راه الدقه جات من فوق الغنم شارينا 32 33 والغنم ما تسالك ليا مشي ليا كبر من 4 شهر الاولاد الغنم تاكل غير 1000 في النهار 12,000 ريال درك عمليه حسابيه حنا حاسبين الخروف كيضرب لك 6,000 ريال في الشهر فهمتي ولا لا 6,000 ريال في الشهر الا كان عندك غير 4 شهر عندك 24,000 هذه حسابيه صغيره حسب 10 درهم من النهار وشاري الخروم 30 ولا 54 وكتبيع على 45 اش عندك فيه عندنا الرباح هذا العام ما بان لينا والو الدرويش كيغوت المواطن كيغوت حتى حنا ولينا ماشيين تحت الصباط وساكتين ما كرهناش لكم اش غندير لكم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله واخ النوش واخ النوش ومرضي الوالدين ومرضي امي مشو لا اله الا الله ومن عندي انا من عند ايوب الطميمي من لوندا الله ياخذ فيك الحق الى يوم البعث لا اسمح لك لا اسمح لك اخ النوش ملي وصلت الماسوط 17 درهم 16 درهم شنو دابا انت عندك 30,000 ريال في جيبك واش غتشري حولي ولا لا؟ انت كتسمع كلشي على عينك ها هو كتسمع كلشي على عينك اخي الروح ما كاينش اللي كتخدم ما كدير ستاسيو اللي كتخدم ما كنتش غادي داير ستاسيو 400 درهم ديال الليساس في الهوندا كدي الحولي ب 1000 ريال الحي حساني ماكسيموم مع ماكيناش الرحبه دابا كون نهار ورزقو تقدر تجبد 200 درهم 150 درهم 100 درهم 70 درهم 80 درهم كون نهار ورزقو فهمتيني والماسو وكدور او حتى لا يطرا واصل 320 ريال او حتى جوج يطرا 50 درهم مازو اسونس 360 ريال وحشومه اخ النوش وحشومه حنا دعمناك باش نوقفوا معاك وتنجح ساعه ان شاء الله بغيتي تحفط علينا خويا حنا كنضربوا تمار على قبل باش نعمروا جيب خونا فهمتي ولا لا تعيد ولا لا ارزق خويا انايا حاليا واش غنعيد غتعيد ولا لا ورا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعيد بجهد الله فهمتي ولا لا ارزق ديال الله صنت لي خويا انا عندي بنيه صنت لي خويا عندي بنيه وليد وعندي تريبورتور ياك اخويا ياك وليت خدام على قبل ليسونس باش نعمر جيب خونا راك عارف فهمتي ولا لا معقوله اقسم بالله العظيم شوف هذه شوف هذه رساله للمسؤولين راه الناس راه ما بقى لهم والو غادي صافي راه لا اله الا الله تبلونطينا اخويا لا بغا يتصور مع الطميمي الله يرحم الوالدين اش اخويا اش تواصلوا معنا اخويا الله يرحم الوالدين 07 07 07 23 03 78 المهم بغا نقول 07 بلاش اخويا اطلق 07 07 07 23 03 78 الله يسهل عليك خويا الله يوفق العالم مع الدراري خويا بغيت نقول له واحد الكلمه خويا بغيت نقول لهم بلي حنايا راه ما عايشينش حنا راه على قيد الحياه هذا الشيء اللي غنخسر خويا بسم الله الرحمن الرحيم خويا حسن انت من الناس حنا مضرورين بزاف خويا كاع مالين الماطر ولا سميش اكثر مالين الماطر كندي واحد 30 درهم ولا 40 درهم تشيط لك 1000 فرانك اللهم لهم صح سمعت يا خويا مضروري ولينا خدامين على الماطر والسيكليس
والكارديان تاع ولادنا حنا بنتي ولا 30 درهم شنو تعيشنا 30 درهم 30 درهم ما دايره والو المواطن اصاحبي شحال زادك باش تشري الحولي تاعك واش هادي اخويا 30000 الحولي ما كاينش 30000 ما كاينش 30000 ما كايناش ديال الدرويش بحال ما غدبح والو بحال غادي الدراري تفرحهم ب 30000 يعني الله يصاوب اخويا راه بزاف كنضحيو لله سبحانه وتعالى ماشي غنديو حولي وكل اضحيه راه خاصها تكون زوينه اضحيه راه خاصك تدي اضحيه مزيانه ودابا انت دخلتي عاوتاني في خويا دابا لا خويا واش غايقول لك زعما كان علاقه بزاف فهمتي غير علاقه بزاف 30000 كنتي كتاخذ بها حل ويقول لك علاقه بزاف فهمتي كاين معاها بزاف حولي الله سقف الارض تاخذ حولي في 16 كيلو ديال الحب والله يدير الشتا هو الخير اخويا هالكونه بزاف والله يدير الشتا هو الخير المواطن مهلوك اخويا 18 درهم ليسانس صاحبي تقريبا يعني جيتي تسمع حتى الفرق حتى هو واقيلا الطوسبور اللي داير هادشي الطوسبور اللي داير هادشي علاش غايجي الطوسبور غايجيبو واحد 60000 ولا هادي راه هو ضروري يزيد عليك ما غايجي الطوسبور غايزيد عليك زيد مازوت زيد ليسانس كلشي زيد كلشي واكل راه بزاف ما خلاو فاش زادوا اصاحبي طيب سي تاول ديال الخير والله ديال التاول الله يسلمك تفرقعوا اخويا الله يسهل على الجميع اللهم لك الحمد الرب يا اخويا سير الله ييسر لك الله خير سير اخويا الله يرحم ضو راه ما واقفين خاويين شيو يعني كلشي كلشي خاوي هاد الحولي هاد الحولي هذا اللي غادي دابا حنا في الوفا اخويا هاد الحولي هذا اللي غادي تهزوا اخويا هاد الحولي هذا اللي غادي ديه دابا حنا في الوفا لا غتهزو غنقولو مثلا للمدينه شحال غادي تقول لمولاه شحال تقول لمولاه حتى تقول لمولاه 80 درهم ليسونس تعطينا انا 100 درهم شحال هو 66 66 60 مالو كيعرف ماكدونالد مش 66 كيعرفو ماكدونالد اخويا وحنا دابا حنا دابا مزوجين قسما بالله في راس مالي 1000 ريال وحق الله العظيم تخرجوا تسافروا كلشي مضروب الدنيا ممر والاخره شويه رمقه ونعم بالله جريمبول جريمبول ولينا هزينا كوردات وكندور ولينا شوف اخر خل مايك الله يشهر انا بعدا كنبغي الدري اللي عندي نشري لها الحول ولا نصفر لها الحول وصلوا الاخ النوس الله يرحم الوالد اذا موسى اللي قال ان شاء الله ان شاء الله طالع علينا الدم اخويا كلشي حتى راه باقي لايف حنا كلشي طالع علينا الدم قول لي الكوردات شغنديروا بها؟ هذه غندير لها غندير لها لا 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 ما كانش حرام ما كانش حرام غندير لها يا مولاها المسيدين حتى غنوصلوا على نهايه البث السلام عليكم انا ديال 100 درهم لليسانس مع السلامه والى اللقاء